Let's answer these questions about the past simple. كل واحد هيقرأ سؤال ويجاوبه وهتناقش معاه فيه. Okay. نبدأ بدارين. لا لا لا. أنت اللي هتقولي وهسمعك. يلا. دارين. لأني عايز أراجع جزء معين. Yes, دارين number one. I am. Help mom. فين فين ام دي؟ my my in mother in the kitchen. كل الجمل كل الافعال هنا ماضي فما فيش مشكله. يبقى انا مش عايز جرامر، عايز معنى. اساعد امي في المطبخ. بختار يا دارين. هنختار A. A helped. I helped my mother in the kitchen. Okay, عبد الرحمن محمود. اتنش. Yes. Number 2. Where's دانيا توس؟ Mrs. Dina. Mrs. Diana. Mrs. Miss Dina, yes. Diana, to not to school yesterday. Study. Which one? A, B, C, D. A. علشان كلمة yesterday نختار اللي فيها ED. Walked. طيب إذا كان فعل غير منتظم نكون حافظينه زي went, زي ate, زي knew, زي threw. أوكي أحمد علي. برضو يا أحمد أنت عندك بعض الأخطاء في الموضوع ده. فأني يا مستر. موضوع didn't والverb plus ed شفت أنا بعض الأخطاء مش كتير يعني. يلا number 4. She not friend to. اهلا عبد الرحمن خالد. كنا بنتكلم عبد الرحمن عن الاخطاء اللي عملناها في التطبيق على الباست. اوكي شي هير فريند جود تو جود بارك. شي بي كولد. هنا معنى ولا جرامر؟ دي معنى. معنى يعني هي تكلم اصدقائها. كلمت اصدقائها عشان يروحوا الحديقه. عبد الرحمن خالد وانت عندك اخطاء كثيره جدا في موضوع الباست سيمبل، يا ريت تركز شويه في الموضوع وما تحلش الا ما تذاكر الدرس. نمبر 4 اتفضل. عبد الرحمن جاهز؟ He didn't. عبد الرحمن خالد. نعم يا مستر. جاهز؟ يس. نمبر 4. He didn't. Yes. What the? What should I miss? What? طيب خليك معايا كده. وجود last Monday خلينا نختار ايه؟ watched. تمام؟ watch id بس. اوكي ID. تمام. بس اذا شفت didn't ما تختارش اللي فيها id، اختار الانفينيتيف المصدر. didn't infinitive. كمان اللي زيها بالضبط doesn't، ما تحطش اس في الفيرب. يبقى didn't watch ولا watched؟ watch. تمام. watch. لا watch. اختار مصدر حتى مع وجود last ويسترداي. ركز بقى في الحكايه دي، هيجي عليها اسئله تاني النهارده في الهوم ورك. يبقى دايما لما تشوف last ويسترداي واجو اختار فيرب زائد ايدي او ماضي. طب لما تشوف didn't لا ما تختارش اللي فيه ايدي، اختار انفينيتيف او مصدر. طيب نرتب كده. دارين
Yes, mister. And number one. She hair. He hair. No. هي غسلت فستانها. She wash her dress. Okay. She washed her dress. She washed hair dress. عبد الرحمن محمود number two. اللي مش بيجاوب يا شباب يقفل المايك. Yes, mister. Yes, عبد الرحمن. Did they play? She's yesterday. Yes. Yesterday. Thank you. Did they? We didn't play. We didn't chess yesterday. Ahmed Ali. Yes, master. Yes, Ahmed. Next. She. Feed dogs last night. Fed دي ماضي. المصدر مين هي؟ Feed. She fed dogs last night. يعني ايه الجملة دي يا احمد؟ مد. Yes, master. يعني ايه الجملة دي؟ ترجمها لي كده. يعني هي كانت ايوه هي عملت الشيء فيد دوجز يعني هي كانت درب مش عارف يعني ايه فيد يعني بس فيد هي كانت تطعمت الكلاب بالليل ايوه اطعمت الكلاب الليلة الماضية She fed the dogs last night. ما حدش يفتح المايك ويجاوب الا ما اقول له يا شباب. انا بكلمه وهو يتكلم لحاله لوحده لحد ما اسال اقول مثلا مين يعرف. لكن بليز ما حدش يفتح المايك ويجاوب. يا احمد ثاني كده. Feed the dogs يعني يطعم الكلاب، اوكي؟ طيب ناخد عبد الرحمن خالد. نعم next number four whom mother Hair cleaned, cleaned. Who called? يعني ايه called يا عبد الرحمن؟ اقرا كده الحل. Who called her mother? ايوه يعني ايه كولد مستر بتقول ايه يعني ايه كلمه كولد كولد لسه قايلها دلوقتي مع دارين يعني اتصل من اتصل بأمها يعني مين اللي اتصل بالأم أيوة who called her mother okay
طيب خلينا نكمل الترتيب. عبد الرحمن محمود. Yes, master. Yes. Number two. Let's zoom. Again. Let's get some juice. يعني ايه؟ هيا نشتري بعض العصير. هيا نحضر بعض العصير. Let's get some juice. معايا عبد الرحمن؟ معك يا مستر. اوكي. دارين، يا ريت نركز يا شباب شويه، انا بحس ان انتوا احيانا ركزوا في الاسئله. اوكي. نمبر 3. دارين. Let she eat cotton candy. Did she eat cotton candy? طب ممكن تجاوبي did she eat cotton candy? Yes, she did. No, she didn't. Thank you. Ahmed Ali. Yes, Mr. ما حدش يقول لي yes, Mr. أنت عارف مكان السؤال ومتابع وشايف الشاشة، جاوب على طول. Okay. When she did buy ticket. No. Correct. عدل. When did she؟ دايما احنا بنبدأ بأداة الاستفهام وبعدين did وبعدين When did she buy ticket. طيب أحمد خليك معي. When did she buy tickets؟ Okay. Okay. تعرف تجاوب لي السؤال ده؟ When did she buy tickets؟ نقول yes. لا yes ده لما السؤال يكون بادئ. Yes she did. لا أي سؤال يبدأ بquestion word. She did. ثواني، أي سؤال يبدأ بquestion word ما تجاوبش بyes ولا no. When did she buy؟ هتقول she bought اللي هي الماضي. She bought tickets. يعني ايه كلمة when يا أحمد؟ When يعني متى؟ يعني امتى؟ متى؟ هل اشترى؟ متى؟ طب اسمعني انت بتقلب في ايه ولا بتعمل ايه؟ في اصوات كتير عندك كده. انا بقلبش في حاجة. طيب خليك معي. When did she buy tickets؟ يعني متى اشترت التذاكر. When يعني ايه؟ When يعني متى. حلو، اقرا كده الاجابة اللي انا كتبتها. She bought ticket، يعني هو اشترى التيكت، لكن bought ديت في الماضي. ايوه، يبقى احنا شيلنا ديد وشيلنا باي وبدأنا بشي وخلينا الفعل ايه؟ باست ماضي. حلو، حط بقى حاجة تجاوب على وين اللي هو وقت. هي اشترت التذاكر اي وقت بقى. She bought tickets at 5 o'clock in the evening, in the morning, yesterday، اي وقت. طب هل السؤال اللي يبدا ب when او where او how نجاوب yes او no؟ لا. حلو. لا. نجاوب حسب السؤال، يعني where مكان، what ماذا، ما نجاوبش ب yes ولا no. فهمتها؟ احمد. Yes master. فهمت النقطة دي؟ ايوه. هسألك عليها تاني.
ماشي. اول ما يجي سؤال زي ده هسألك تاني، ركز. اوكي دارين، عايزين سؤال وإجابة على ولا لا؟ دارين كانت جوت قبل. طب ناخد عبد الرحمن محمود، عايز سؤال وإجابة على الصورة. ماذا يفعل يشرب العصير؟ عبد الرحمن محمود. Yes mister. Yes. Go. What doing he is? What is he doing? هو ولد وبيعمل حاجة يبقى what is he doing. بنت what is she. اتنين what are they. هاي جاوب. He is شايف الشاشة؟ عبد الرحمن ايه شايف الشاشة بس. طب كمل، ما انا كتبت. كمل. He is drinking juice. قول السؤال والإجابة مرة ثانية. Say them again. What is he doing? He is drinking juice. شوف أنا عملت doing وجاوبت بdrinking، ودي أسهل طريقة لإجابة السؤال ده. What is he doing؟ ولد بيعمل حاجة. What is she doing؟ بنت بتعمل حاجة. بس أجاوب في المستمر برضو. لو اتنين what are they doing. طيب هناخد عبد الرحمن خالد. مستر عبد الرحمن، رحمن خالد. هلو. يس. بنت ولا ولد دي؟ ولد. يلا ها نفس السؤال. What are he doing? What is he doing? طيب جاوب. Doing. He is eating cotton candy. Yes. قول كده السؤال والإجابة مرة ثانية. What is he doing? Huh? He is eating cotton candy. Good. طيب هنبدأ النهاردة في unit 3. كان ده البارت ده في مستر، بس انت في level 3. انت يا دارين بتكلمي من السبيكر، مش حاطه سماعه، صوتك بعيد. انا حاطه سماعه بلوتوث. مش سامع منك كويس. انا اصلا حاطه سماعه بلوتوث. سمعت ايه؟ بلوتوث. لو عندك انت داخله من اللابتوب ولا كمبيوتر ولا موبايل؟ انا داخله من الموبايل عشان ده اللابتوبات. لو من الموبايل حط السماعة العادية اللي هي الموسيقى أحسن حاجة. ماشي. طيب أنت بتقولي إيه بقى؟ ما خدناش ده، إحنا هنبدأ فيه النهاردة صح؟ هنبدأ. طيب يلا نروح للمحادثة. آخر فيديو بعته لكم على الكلاس فيديو يونت 2، ما بعتناش 3 صح؟ لا، بعتناه موجود؟ أيوه. تمام. This is a conversation between a boy and a woman. He is helping his mom. What can you see in the picture? نسأل واحد واحد كده. What can you see in the picture? دارين. What can you see?
Hello, Darin. What can you see in the picture? بتساعد ابنها. In English, please. طفل بيساعد ابنها. In English, please. Darin, English. Where did you go? Yes, master. Yes. Give me a sentence in English. يعني بس مستر كان اللي جاوبها؟ يعني in English يديني جمل بالانجليزي انت شايفه ايه في الصوره؟ I can see كذا I can see كذا I can see I can see boy and woman. A boy and a woman. Okay. عبد الرحمن خالد what can you see? Yes. عبد الرحمن خالد what can you see? You can see boy and woman. Okay. عبد الرحمن محمود what can you see? Hey, I can see car. A car. What color is the car? Red. It's red. Good. Ahmed Ali. Yes, master. Hello, master. Yes, master. What can you see in the picture? The boy is help your my mom. Your my? Your mom. What car the boy is helping his mom? ده اللي انا قلته. لا انت قلت your my ليه؟ مام انا قلت مام. Okay. The boy is helping his mom. What's this? A box. What color is the box? Green. Green. It's green. Thank you. في حد ما سألتوش؟ الكل سأل. Okay. أنا هقرأ المحادثة الآن وبعدين كل اتنين هيقروها مع بعض. بس نركز لو في حاجة صعبة نركز عليها. Okay. Let me help you, mom. Thanks. Be careful. It's heavy. No problem. I'm strong. You, yes, you are. Help. Watch out. Are you okay? I think so. But look at my skateboard. هو طبعا بيقول لي انا جامد قوي يا امي. انا يعني اشيل اي حاجه وبعد ما شال وقع فبعدين بيقول لها شوف السكيت بورد بتاعك كسر اللي هي لوحه التزحلق ده طبعا دي قديمه بقى what kind of juice do you want orange juice please oh I don't have enough money that's okay it's my treat طيب نسمع دارين نسمع دارين واحمد يلا احمد هيكون بوي ودارين هيز ماذر وومن يس ليتس مي هيلب يو مام ليت مي يا مستر الصوت تقطع ماشي كملي مش مشكلة Thanks, be careful.
It's heavy. No problem. I am strong. Yes, you are. Help. Watch out. Are you okay? I think so, but look at my skateboard. Okay, thank you. طيب عبد الرحمن عند عبد الرحمن. Yes, Mr. وبعدين في الاختبار الالكتروني اكتب اسمك لان بيجي لي الايميل وما بعرفش مين فيكم عبد الرحمن ايه فكل واحد يثبت اسمه يعني في الامتحان اكتب لي عبد الرحمن انا بكتب اسمي الثلاثي اللي هو ايه عبد الرحمن خالد حميداء وانا بكتب اسمي الثلاثي انا كمان لا انا دارين اوكي واحمد اوكي بس عبد الرحمن وعبد الرحمن انا بتلخبط فيه يلا نسمع عبد الرحمن وعبد الرحمن أنا بكتب اسمي عبد الرحمن خالد حميداء طيب وعبد الرحمن محمود ممكن أكتبه بالإنجليزي شوي عبد الرحمن محمود ماشي اكتبه كده في الاختبار الإلكتروني ها okay. ماشي let me help you mom thanks be careful It's heavy. Heavy. No problem. I am strong. Thanks. Be careful. You are welcome. You are right. Help. Help. واحد بيقع بقى مش help. لا. Help. خلاص هيقع. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Yes. Are you okay? I think so. But look at my skateboard. 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 What kind of juice do you like? Orange juice, please. Well, I don't have enough money. That's okay. It's my treat. طيب نرجع للvocabulary. انت قلت do you like? كان المفروض يبقى do you want? ماشي اوكي شكرا دارين نشوف الفوكابولري اللي عندنا let me حتى هي بقى في الكونفرسيشن السريعه بتبقى let me help you في المحادثه بتبقى سريعه شويه let me التي دي بتروح let me careful heavy عكس كلمه heavy light وهفضل اقول واكرر 100 مره حفظ الكلمات بالسبيلنج والمعنى مسؤوليتك انت يعني حتى وانا بسمع لك انا ما اعرفش انت قلت من نفسك ولا فتحت الكتاب ولا عملت ايه ففي النهايه انا اعرف واحنا بنحل اي سؤال بسالك لو مش عارف يبقى انت مش حافظ problem strong وعكسها weak لو عايز تسجل الملحوظات اللي انا بكتبها سجلها عندك skateboard help watched واتش الوحيدة يشاهد لكن واتش اوت يعني احذر يحترس وبتساوي لوك اوت خلي بالك think thought buy boat نفس التصريف والجي اتش ما بتنطقش let الماضي بتاع let هو let زيها parents
father and mother. Mom, ممكن نقول عليها mother أو mom. Dad, father أو dad. At home, لكن نقول in the house. Watch out, قلنا بتساوي look out وبتساوي be careful. طيب عبد الرحمن خالد. أنا عايز اللي ندى عليه يبقى مصحصح ويفتح ويقول على طول. Yes. Read. Read me. Careful. Heavy. Problem. Strong. Skateboard. Skateboard. Help. Skateboard. Skateboard. يعني أنا مش عايز بورد. Skateboard. Skateboard. Help. Help. Watch out. Watch it out. Thank. كمل. كمل يا عبد الرحمن. Help. Board. Let. 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 Help it. Okay, نسمع دارين. Watch out. نعم شوية الصوت عندك عايز يتظبط شوية اصبر شوية يمكن النت يظبط عندك. Let me be careful, heavy, problem, strong, kick, stickboard. Skateboard. Help, helped. Watch out, watch it out. Think, thunk. Let, let. Okay, complete. Parents. Parents. Equal father and mother. Yes. Mom. Mom equal dad equal father. Yes. At home. At just home, in the home, in the house. Uh-huh. Watch out. Equal look out. Equal be careful. Okay. Ahmed. Yes, master. Read. Let me careful. Heavy. Stop. Heavy. 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 Problem. Strong. Sticked board. Help. Watch out. Think. Let. Okay, parents. Parents. Father. Father and mother. Mother. At home, in the home. In the house. Watch out. Look out. Be careful. Out.
Don't say out, out. Okay? Out, out. 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 مش out. لا. Out. أصلا شوي. Out. Okay. Beautiful. جميل. عبد الرحمن. Mood. Yes, Mr. Yes, read, please. Let me. Careful. Heavy. Problem. Stop. Heavy. Strong. Skateboard. This one is what? Heavy. What? Watch it out. Thanks so. Lately. Present. Let. Present father and mother. Mom. Parents. Mother. This father. At home. In the house. Watch out. Look out. Be careful. Good. Yeah, Abdul Rahman, what's this? Abdul Rahman, Mahmoud. Yes. What's this? Chef Shesha? Yes. Abrod, what's this? ايه الكلمة دي؟ heavy. Heavy. تاني؟ heavy. Heavy. خلاص؟ سمعتها؟ okay. What's this one? عبد الرحمن. Yes, Mr. رد طيب بسألك. شايف الشاشة؟ Yes, yes. طيب رد الكلمة دي ايه؟ قلت يا مستر؟ الكلمة دي اللي أنا بشاور عليها على الشاشة دي ايه؟ Present. Parents. Parents. Present. Parents. Parents. Present. Parents. Parents. طيب, what's this? What is this? Mother. No, mother. Mother. اسمع فيديو الوحدة تانية عبد الرحمن كامل. ماشي؟ okay. طيب, آخر تدريب معانا هو ده, هنحله. وباقي التدريبات هبعتها لكم على الهومورك, واللي مش هنحله في الهومورك هنرجع نحله في اول الحصه اللي جايه ان شاء الله. دارين, هلو. Yes, Mr. Choose the correct answer. Read aloud. What me help you, mom? What me help you, mom? Let me help you, mom. Let me يعني خليني أساعدك. دعني أساعدك. Let me help you, mom. Okay. Next. أنا أخذ عبد الرحمن خالد. عبد الرحمن, are you with us? I think you are out. Okay. أحمد علي. Yes, master. Ahmed is Ahmed is strong. He can carry the heavy box. He can carry the heavy box. He's strong, but weak is not strong. Okay. Strong. Strong. Number three, عبد الرحمن.
Number three, عبد الرحمن. Yes, miss. Answer. It's my skateboard. It's fantastic. Skateboard. Help. لا شوف انت عندك سكيت بورد وبتقول له واحد ده جميل شوف تقول له شوف السكيت بورد انظر look at my skateboard it's fantastic fantastic يعني رائع nice wonderful yes دارين yes mister استنى wait عبد الرحمن خالد came again عبد الرحمن hello yes mister hello mister Number four. Vehicle loading. They carried. Mister, أنا ولا عبد الرحمن محمود. لا أنت أنت أنت. أنت كنت برا هما جاوبوا. عبد الرحمن خالد. They carried. They carried يعني شالوا حملوا Hell. Help Okay That's very heavy They carried something that is very heavy. يعني هم شايلين حاجة تقيلة. They carried something that's very heavy. طيب. يلا نروح للشات ونعمل الليسننج ده. عارف عبد الرحمن خالد هيقدر يشارك معنا في الشات ولا لا؟ يعني هنعمل ده في الشات؟ يا عبد الرحمن خالد هتقدر تروح الشات؟ ماشي. ولا لا؟ عبد الرحمن خالد حاضر اوكي listen and write the answer in the chat box مستر عادي لو استخدمت ورقه وكتبت فيها الجواب بعد كده انقلها للشات ورقه خارجيه ماشي اوكي مفيش مشكله اللي اعملي اللي يريحك اللي تحسي اسهل اعمليه يعني يا الله Okay. Number let's listen. What about food? Smells good. What's for breakfast? We're having beans, eggs, and juice. Let me help you, Mom, with the dishes. Thanks. Be careful. No problem. مستر ينفع تعيد نمبر 2؟ انا هعيد كله تاني اللي عرفته اكتبه اللي ما عرفتوش خلاص هعيد تاني. What kind of juice do you want? Apple juice please. هقول مرة تانية. What about food? Smells good. What's for breakfast? We're having beans, eggs and juice. Let me help you, Mom, with the dishes. Thanks. Be careful. No problem. What kind of juice do you want? Apple juice, please. يلا اسم اشوف اجاباتكم في الشات تكتبوا 1 2 3 4 زي ما اتعلمنا قبل كده وبعدين بس برضه يا مستر ايه في الخاص برضو ايوه عشان محدش يعرف اجابه حد واشوف اجابتكم يلا بسرعه المفروض تكون معاك ورقه خارجيه لو انت ما عندكش لابتوب لو عندك لابتوب اكتب في الشات على طول بس ارفعهم مره واحده زي ما اتعلمنا قبل كده احنا المفروض خلاص عرفنا الطريقه بقى
اللي محتاج اقول تاني اقول تاني، بس انا مفروض نتدرب ان مستر مستر قلت انا عشان كنت مش سامعك. طيب هقول تاني بس بعد كده نسمع مرة واحدة. What about food? Smells good. What's for breakfast? We're لا having... لا مش سامعك كويس. طب هل كلكم مش سامعين كويس ولا عبد الرحمن بس؟ كلنا سامعين، كلنا سامعين كويس. ماشي طيب اللي سمع خلاص بيحل. انا هقول لعبد الرحمن. What about food? Smells good. What's for breakfast? We're having beans, eggs and juice. Let me help you mom with the dishes. Thanks. Be careful. No problem. What kind of juice do you want? Apple juice, please. عبد الرحمن سمعت كويس؟ Write your answer in the chat box. What about food? Smells good. What's for breakfast? We're having beans, eggs, and juice. Let me help you, mom, with the dishes. Thanks. Be careful. No problem. What kind of juice do you want? هو listening لو الصوت واضح وتمام مفروض مرة واحدة. طيب يا شباب انا عاوز الاربع اجابات مع بعض مره واحده، الاربع اجابات مع بعض مره واحده. لا خلاص يا عبد الرحمن كده خلي الليسننج بقى مره ثانيه. الليسننج المفروض مره واحده، احنا نقعد ست مرات نقول مش هينفع. طيب what about food smells good what's for اغلبكم حليلها صح. We're having beans eggs and juice let me help you mom. Thanks, be careful. No problem, what kind of juice do you want? باقي التدريبات هبعتها لكم على جوجل. كل التدريبات النهاردة هتلاقوها في صفحة واحدة بس. ماشي. يعني مش هتحتاجي تبعتي وترفقي والكلام ده. هتروحي بس على جوجل فورم والإجابات المطلوبة اعمليها في مكانها وابعتيها. بعضها يتصحح آلي وبعضها أنا هشوفه بعد كده وأصحح. فمثلا لو الامتحان اداكي 10 من 20 ما تقلقيش، 5 من 20 ما تقلقيش عادي، لأن في حاجات أنا أصلا مش بعمل كده لأن أنا بذاكر كويس أصلا، فمش باخد بالعشرات، باخد بال 16 وكده. تمام، أخد بالدرجات النهائية. الامتحان هيبقى طويل شوية، يعني ممكن يبقى حوالي 50 درجة علشان هيكون على الجزء اللي فات كله. على الجزء اللي فات كله؟ يعني نذاكر يونت 1 و 2 والجزء اللي خدناه من 3. يعني هناخد 3 يونتس في ال في ال مش 3 يونت كاملة، مش كاملة، لأن احنا خدنا من يونت 3 1 just one lesson. ماشي. فهيبقى على الجزء اللي خدناه كله.